خلينا نرجع نحيي الجيش اللبناني بعيد، وسمعنا من الشحرورة هالأغنية اللي بدورها صارت رمز لعيد الجيش اللبناني ولكل مناسبة وطنية، الله يطول بعمره. ومنقول صباح الخير لسلمان سري الدين ولدكتور جراح ضيفه لليوم، ومنعيدكم بعيد الجيش. صباح الخير. ان شاء الله بينعاد عليك بالخير وعلى لبنان والجيش اللبناني بألف خير. صباح الخير دكتور جراح. صباح النور سلمان. تفضل. يعني انا كنت حقول حنبلش مع دكتور جراح اليوم. التحيه لك دكتور جمال، وتحيه لكم جوال وبيارات. وواضح من الطلي يعني اليوم عيد الجيش فعلا، ومن الاغاني ايضا الموجوده اليوم الاول من اب فعلا، ولكن ايضا في نوع من اذا بدنا نقول حسرة. ما في احتفال بعيد الجيش نظرا للشغور الرئاسي. حيصير احتفال ولكن ليس كما كان يجري سابقا. رح نبدا اليوم دكتور جمال متابع موضوع سلسله الرتب والرواتب والاجتماعات التي حصلت امبارح وباليومين الماضيين، موضوع التمديد لمجلس النواب رئاسه الجمهوريه، ننتقل الى موضوع الموصل ومسيحيي العراق وتحرك كتله المستقبل في هذا الاطار من اجل احتضان هذا الامر، موضوع غزه وأيضا ما يجري من تداعيات سواء على الحدود الشرقية وأيضا في المنطقة على لبنان. نعم. تقريبا بعد ربع ساعة الحلقة بتبلش على تلفزيون المستقبل، وأكيد فيكم تتابعوها عبر اللايف ستريمينج على الموقع الإلكتروني الخاص بالتلفزيون www.futuretvnetwork.com. حلقتنا وصلت على ختام جمال. نعم، والتقرير الرياضي بيكون ختام الحلقة. على أمل نلتقي معكم بكرة بحلقة جديدة. بختام الحلقة من جدد معايدتنا لكل اللبنانيين وللجيش اللبناني بمناسبة عيده، ينعاد عليكم. باي. بعد انتشار أخبار في الفترة الأخيرة عن بدء تحسن حالة مايكل شوماخر الصحية، ذكرت صحيفة ألمانية أن كورينا شوماخر زوجة الأسطورة الألمانية قررت بيع طائرته الخاصة لأنه لن يحتاج إليها خلال الفترة المقبلة. وذكرت الصحيفة أن هذه الطائرة كان يستعملها شوماخر أثناء تنقله من بلد لآخر. ومن الأسباب الأخرى التي دفعت زوجة شوماخر لبيع طائرته الخاصة أن صيانتها وتكاليف بقائها في المطار باهظة جدا، لذلك عرضتها كورينا للبيع مقابل 20 مليون يورو. جدير بالذكر أن طائرة مايكل شوماخر الخاصة من طراز داسو فالكون، وهي باللون الرمادي وتحمل على ذيل التوقيع الشخصي لمايكل شوماخر. بدأت جولة بايرن ميونخ الصيفية لعام 2014 من نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستستمر الجولة لمدة 9 أيام يتخللها 11 حصة تدريبية ومباراتين وديتين. النادي الألماني سيخوض لقاءه الأول أمام ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي على ملعب ريد بول قبل ما يتوجه إلى بورتلاند لملاقاة نجوم الدوري الأمريكي يوم 6 آب. الموقع الرسمي للنادي بايرن ميونخ ذكر أنه بيب غوارديولا اصطحب معه 14 لاعب من فريقه الأول، حيث سينضم 6 لاعبين من المنتخب الألماني وأريان روبن بالإضافة إلى دانتي لي وبعثة الفريق في بورتلاند. نفى أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدينيو نيتو اعتزال اللاعب، مؤكدا أنه سيعلن عن وجهته المستقبلية الأسبوع المقبل بعد ما قرر ترك فريق أتلتيكو البرازيلي. وودع رونالدينيو صاحب 34 سنة جماهير أتلتيكو خلال مؤتمر صحفي بعد 3 مواسم قضاها معهم، وأشار اللاعب المخضرم إلى أنه يتلقى العديد من العروض وأن هاتف شقيقه ووكيل أعماله روبرتو دي أسيس لا يتوقف عن الرنين، ومن الممكن انتقال النجم البرازيلي إلى أحد الدول العربية، خصوصا أن التقارير الصحفية تتحدث عن عروض من بعض الأندية القطرية. طمأن النجم البرازيلي نيمار جماهير نادي برشلونة الإسباني حول وضع إصابته، وذلك خلال جولة في اليابان من أجل توقيع عقد رعاية مع إحدى الشركات التجارية. وما زال نيمار البالغ من العمر 22 سنة يتعافى من الكسر اللي تعرض له بأحدى فقرات ظهره خلال الدور ربع النهائي من البرازيل 2014 ضد كولومبيا، لكن اللاعب طمأن جمهوره وقال الظهر يتحسن وسأنضم إلى رفاقي في أقرب وقت ممكن. حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزه الثاني بكأس الأبطال الدولي الودي بكرة القدم، وذلك بتغلبه على مواطنه فريق مانشستر سيتي بركلات الترجيح 3-1 بعد تعادل 2-2 في الوقت الأصلي على ملعب يانكي ستاديوم في نيويورك. وكان فريق ليفربول بدأ مشواره في منافسات المجموعة الثانية بفوزه على أولمبياكوس اليوناني، وستكون المباراة الأخيرة لليفربول في 2 آب ضد ميلان على ملعب بانك أوف أمريكا ستاديوم، فيما يلعب سيتي مع أولمبياكوس على ملعب تي إس إف ستاديوم في مينيسوتا. وصل المنتخب الأمريكي لكرة السلة استعداداته في لاس فيغاس للمشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام في إسبانيا. المنتخب بدأ معسكر التدريب بمعسكر قصير لمدة 5 أيام، وهو يخطط للاعتماد على لاعبي إنديانا بيسرز وأوكلاهوما سيتي وهني بول جورج وكيفن دورانت. يذكر أن نجوم كيفن لوف وبليك كريفن ولاماركوس ألبريدج وليبرون جيمس وكريس بوش وكارميلو أنتوني جميعهم لن يشاركوا في البطولة.